استثمرنا كثير في الحجر صراحة وجاء الوقت باش نستثمروا في البشر ولكن هذا الاستثمار اللي كان شنو عطانا عطانا بنية تحتية ممكن نعتمدوا عليها في الانطلاقة ديالنا عندنا شبكة مهمة ديال الطرق السيارة ديال السكك الحديدية الموانئ الكبيرة ميناء ديال الناظور الآن اللي كيضاهي واللي غادي ينافس الميناء ديال فالنسيا الميناء ديال طنجة المتوسط اللي كيضاهي وكينافس للميناء ديال الجزيرة الخضراء عندنا الميناء ديال الدخلة اللي كيتوجد لأنه غادي يكون من أكبر الموانئ الإفريقية عندنا المطارات عندنا شيء الكثير عندنا القطار فائق السرعة قدرنا نوجدوا بنية تحتية مهمة كما قلت لنا نقدروا نعتمدوا عليها من أجل الانطلاقة المغاربة كيطمحوا أن يكون هناك اقتصاد وطني دامج هذا الاقتصاد الوطني اللي غادي يخلق فرص الشغل ولكن ماشي أي فرص الشغل فرص الشغل بجودة ماشي اليوم خدام وغدا ما خدامش اليوم يدخل طريف الخبز وشوف غدا واش يدخلوا ولا ما يدخلوش بغينا الاقتصاد الوطني مين يتحول على اساس انه يكون قادر يخلق مناصب شغل بجوده يحس المواطن المغربي بالاستقرار انا واش بغي نقول هنايا علاش ركزت على هذا الشيء انه خاص كما ذكر الاستاذ الفاضل انه بناء البشر قبل بناء الحجر الا شفتوا الكورنيش الا هزينا هذوك العساسه راه ما يبقاش هذاك الكورنيش كامل حيت علاش ما كاينش واحد الوعي في الناضو مني وجبد باش ما نقولش زعما انا كنقول شي حاجه علاش ما كاينش واحد معليش ما كاينش معرض نتاع الكتاب في الناظور النشر نتاع الوعي علاش ما كاينش واحد القاعه نتاع السينما ما كاينش السينما هنايا علاش ما كاينش غير شي مكتبه صغيره هنا في الناظور في هذا الاطار انا اعتقد على انه النموذج التنموي لم يشير الى ذلك هو نحن على عتبة الاستحقاق جديد للجماعة الترابية كيف يعقل على أن يعني النموذج التنموي يتحدث يتجه في جهة والقوانين المنظمة للجماعة الترابية في جهة أقول مثلا المادة التي تحدث عن المستوى الثقافي كيف يعقل أن مستوى اللي كان سابقا مستوى ابتدائي يعني صار دون مستوى ضل بذا الدولة داخل الدولة غادي ترأسها واحد بدون مستوى ونحن نتحدث عن نموذج تنموي أعتقد نهار غادي نحقوا هذا المطلب ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة كيما يكون المغاربة سواسية عامل وزير نامبورت كي يتحاسب زعما تشخيص في المستوى كيما قالوا اف امي في المغاربة حاذقين في التشخيص ولكن في الحلول كنحلموا بزاف هذا مشكل يعني هذا انا مغرب وكن يعني انا بلادي وغنهضر عليها لا فعلا في واحد الوقت كنعرفوا غير نشخصوا ولكن الان بدينا كنعرفوا نعطيو الحلول مجموعه من الحلول مثلا غير اللي ناقشنا اليوم شحال من حل تعطى مجموعه من الامور اذا هذا واحد التحول نوعي النقطه ديال التهريبه استاذ اللي كنتو كتركزوا عليها ان وانا كان غادي نتكلم كبنت هذه المنطقه الشرقيه والمنطقه الشرقيه ديالنا كانت واحد الوقت كانت مهزوزه بهاد القضيه ديال التهريب المعيشي خاصه هنا في الناظور وكذلك وجده دونك ا مومون دوني من هاد القضيه ديال التهريب تقطعات المنطقه ديالنا ولات كتعيش ازمه دونك كنهضروا على بديل اقتصادي الا بغينا نهضروا على بديل اقتصادي غادي نهضروا على طاقات ولا على الناس دي انفستيسور اللي كيبغيو يستثمروا عندنا في جهه الشرق باش كيصطدموا هاد لي انفستيسور كيصطدموا بالضرائب اللي كتكون طالعه وواحد الحاجه اللي كتنخر هاد القضيه ديال انهم كيستثمروا في هاد المنطقه القضيه ديال الفساد في هاد الصفقات العموميه بالنسبه للاشراك ديال مغاربه العالم مغاربه العالم هنايا الموجودين الجاليين الموجودين هنايا في الناظور مستعدين يشتركوا في الحاجه اللي هي مشفى السرطان اللي دائما وابدا المجتمع المدني كيهضر عليه هنايا في الناظور وكيترفع عليه وكيدير عليه موضوع الرقمنه موضوع مهم جدا لان مازال كنعانيو بهذه النقطه هذا ديال الليغاليزاسيون موضوع ديال الاستخراج وثائق موضوع ديال هذا مازال كنمشيو للاداره ومازال وسير حتى ترجع طبعا جاء في التقرير واحد التقرير حتى في مداخله الاستاذ واحد الاشاره للعداله المجاليه دونك السؤال ديالي غيكون بسيط هو اننا واش غنشوفوا مخططات جهويه مخططات تنمويه جهويه يعني ان احتياجات ديال الشرق ماشي هي نفس احتياجات ديال طنجه تطوان الحسيمه ماشي هي نفس احتياجات ديال جهه فاس مكناس وبالتالي واش غنكونوا امام واحد مخططات جهويه التنموية اللي غدار من طرف المجالس ديال الجهات وتحت إشراف ديال اللجنة وكذلك أنه حتى المجالس الإقليمية غدير حتى هي مخططات تنموية على المستوى الإقليمي يعني احتياجات الإقليم ديال الناظور ماشي احتياجات الإقليم ديال وجدة ماشي ديال بوعرفة ماشي ديال الدريوش
وكنظن باللي الخطوة الأولى في هذا الشيء هو أننا نتحرر من اللغة الفرنسية ونعوضها باللغة العالمية اللي هي اللغة الإنجليزية. ما تبقاش علاقتنا باللغة الفرنسية ونبقى وحنا محصورين غير مع أوروبا ومع فرنسا. كان نمشيو نبغيو نتواصلوا ولا نبغيو نخدموا في شي دولة أخرى كنلقاو المشكل الأول هو اللغة، هو أننا ما عندناش واحد المستوى ديال اللغة اللي نعتمدوا عليه. مسألة حتمية وكنظن كان فيها نقاش واسع من طرف جميع أعضاء اللجنة وتطرقنا لها. مسألة لونجلي مهمة بزاف، يمكنش الباحث يلقى شي نتيجة إلى ما خدم باللغة الإنجليزية، كما أنه اللغة العربية هي مهمة ومهمة بزاف لأنها والأمازيغية كذلك لأنها كتشكل الثقافة ديالنا وانتماء ديالنا والحضارة ديالنا. كيف يمكن أن يتم هذا أو أن يتحقق هذا في غياب تكوين الفاعلين المحليين خصوصا رؤساء الجماعات الترابية، في غياب التكوين وكمقترح لما لا يتم إحداث مراكز لتكوين يعني الفاعلين المحليين على غرار يعني تلقوا القائد مكون، الإدارة الترابية، الوالي مكون، العامل مكون، المهندسين إلى آخره، الأطر التقنية تلقوا المنتخب لا يعرف ضروري من اختصاصات. بغيت نفهم العلاقة بين النموذج التنموي المقترح من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع الأحزاب السياسية. صراحة أنا ما استوعبتش إلى حدود اللحظة العلاقة اللي غادي تربط بين هاد الجوج، حيث كنعرفوا باللي أن زمن الإصلاح كيختلف بشكل جذري على الزمن السياسي. إحنا كنعرفوا الزمن السياسي ديال الحكومات اللي هو 5 سنوات، في حين أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كتقدم لنا واحد الموديل يعني اللي كيطلب لنا واحد زمن الإصلاح اللي هو طويل شوية. هاد المرة غادي تكون اللجنة ديال التتبع، واللي بغيت نأكد عليه وهو باش ما نمشيوش غلطين، هاد النموذج التقرير ماشي برنامج حكومي. واخا نكونوا باغين الأحزاب ولا نقولوا اللي بغينا في الأحزاب، الأحزاب هما احنا، خصنا نرجعوا لان ما نبقاوش نقولوا غير كلشي داكشي اللي تيدوز ماشي 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 مني انا، ماشي مني انا، كل واحد كيلوح على الاخر. بحال الفكره كيقول لك مشى عليا التران، عندنا هاد اللفظ ديالنا مشى عليا التران، ماشي جي غاتي لو تران.